محمل انستغرام سيده ونزل صوره انستغرام كل شهر ابكاء جلاكسي حط عليها 70 مليون فلتر وخشمي طويل يا الله وعيونك حاده ايه انا من يوم خلقت الدنيا وانا جلاكسي لا لين طلع نبث قبل سنتين والله اني حياتي كلها جلاكسي على الاخر قبل سنتين اخذ جوال اكس ار يا الله يا خالد يعني انت ضايع من زمان احسبك والله العظيم من جلاكسي وكنت راضي بامر الواقع ابشر والله بجوال جديد يا ابو جلاكسي تستاهل بعد ايفون 15 كنت والله ما يجيني من هو؟ 15 نزل ايه صدق والله ايه نزل متى نزل؟ نزل اليوم شفت نزل 15 اي نزل اي في كاميرا تقرب لين زوم ترى اكثر شفتوا الايفون 14 ميجا بكسل الفيديو اول مره اعلى كاميرا على دقه كاميرا بكسل في العالم اول مره يجيني هديه في حياتي يعني هديه ثمينه كذا الهدايا العاديه ذي لا في رمضان اللي راح كان عندنا امطار في الرياض انت في الرياض قبل الامطار جتنا في الرياض راح جوالك اكيد لا كم معي جوال ذا وتنكسر شاشته وش جوالك كان؟ ايفون 11 انا معي الحين ذهبي نفس جوالي ذا المهم واصور في السناب اقول ترى كسرت شاشته وكذا والله حظيه اطقطق انا العيال. يجي واخذ لي اربع ايام شوي راس اني محل تعال خذ لي يوم جيت له ايفون 14 ذهبي بالله يا يوسف في ورده والله انا اقول ما له طيب والله ما ادري 15 اللي معك مو 14 14 14 ما ادري حبيبي انا قايل لك راس اني محل لك ساعتين عشان قال هذا تاخذ الجوال ذا محل ورد في اليرموك انا عندي اشاره يمين اتصلت لي رمضان ايه وعلى المطر ذاك اليوم اصور الهد اوه لا يكون على الاشاره ايه على الاشاره المجمع هو ذاك المنطقه ذيك عرفناها خلال فتره تعرف بس تدرون حاجه تدرون جاكسي في حاجات